نظم مركز زاخو للدراسات الكردية في جامعة زاخو جلسة حوارية لأحد أهم الكتاب في منطقة بهدينان، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمهتمين بهذا الشأن. مركز زاخو للدراسات الكردية لدي ندوات لكل أسبوع على موضوع. هذا الأسبوع حول تاريخ وثقافة زاخو، يعني جغرافيا زاخو. ضيف لنا هذا الأسبوع الأستاذ سعيد رزفاني، هو كاتب وعدة كتب على تاريخ زاخو، على ثقافة زاخو، على القصص التاريخية للملامح زاخو. أهمية هذه الندوات للاطلاع، يعني الطلاب للاطلاع على تاريخ وحضارة زاخو. راح نناقش قضايا معينة متعلقة بتاريخ مدينة زاخو، تاريخ تراثها والأساطير الموجودة في زاخو. عندي موسوعة ستصدر قريبا باللغة الكردية، فرهنغو ديروكيو زاخو، يعني قاموس مدينة زاخو، يعني التاريخي والاجتماعي، تعريف الطلاب بتاريخ مدينتي يعني بشكل عام. زاخو مدينة قديمة، أكثر المدن فيها الأساطير والخرافات وقضايا تاريخية يعني ساطعة في حياة مدينة زاخو.